ديربي الأشرفية بين الراسينج والحكمة عم بيعود وعلى ملعب برج حمود. الراسينج بجابته 3 نقاط من فوز بالأسبوع الماضي على السلام زغرطة، والحكمة عم يبحث عن أولى نقاطه بالبطولة بعد خسارتين. الراسينج كان المبادر لصنع الخطورة، الروماني ألكساندرو تشوكالتيو على الجهة اليسرى بيلعب كرة عرضية رأسية من مواطنه أكتافيان دراجيتش بجانب المرمى. أيضا الراسينج اللي كان الأكثر جدية، كرة بدأها علي بلوط وختمها علي بلوط، لكن الدفاع الحكماوي أبعد الخطورة والمباراة بقيت من دون أهداف. من دون أهداف الدربي مش لوقت طويل، لأن الوقت المحتسب بدل عن ضائع للشوط الأول كان عم يشهد الهدف الأول للراسينج. دراجيتش بيحضر الكرة لسيرج سعيد، كنترول من سيرج وتسديدة داخل الشباك، هدف مميز لكابتن الراسينج، والشوط الأول عم ينتهي بتقدم الأزرق على الأخضر 1-0. بالشوط الثاني تحديدا الدقيقة 52 الراسينج كان عم ينجح إنه يخطي خطوة كبيرة نحو الفوز باللقاء. رأسية أوكتافيان دراجيتش هزت شباك الحكمة للمرة الثانية. 2-0 النتيجة للراسينج، وكادت ترتفع لثلاثة كرة دراجيتش المنفرد قريبة جدا من القائم الأيسر لنزيه طاي. الفرصة الأخطر للحكمة بالمباراة كانت بالدقيقة 62، محمد قصاص بيلعب كرة للمصري أحمد جرادي، جرادي لزكريا شرارة، بحضر زكريا الكرة بسدد وبصيب العارضة. سيء الحظ كان زكريا بهالكرة والحكمة عم يفشل بتقليص النتيجة. من بعد هجمة للراسينج كرة على الجهة اليسرى بتوصل لسيرج سعيد، بسدد سيرج، نزيه طاي منع الهدف الثالث. الدقيقة 69 أيضا الراسينج اللي كان الأفضل، دراجيتش بينطلق بسرعة على اليمين، بيتقدم بيلعب كرة عرضية لألكساندرو، الكرة اتجهت نحو المرمى والدفاع بيخلص باللحظة الأخيرة. دايما مع الراسينج كرة من سيرج سعيد مقطوعة، أيضا طارق حلوم لاحظوا عدد الفرص المتاحة أمام لاعبي الراسينج للتسجيل بهجمة واحدة فقط. مشاكل الحكمة الدفاعية كانت واضحة والنتيجة بقيت على حالها، الراسينج حقق فوز مستحق على الحكمة بهدفين دون رد. بنظري كان الأداء كتير منيح اليوم، لعبنا برجولية بروح، كان في روح بالفريق، نفذنا كل اللي قالنا عيون المدرب من أول دقيقة لآخر دقيقة، قدرنا نكون إيد واحدة، لعبنا فوتبول يعني مثل ما شفت الفريق بلش يلعب أحسن من سنة الماضي، كان عندنا بعض الأخطاء صححناها وقدرنا نحقق نتيجة حلوة مع الفريق الحكمة اللي هو فريق خي لنا. حكمة لوين؟ يعني سؤال كتير كبير وكتير صعب. فريق الحكمة كل العالم بتعرف تحضر آخر جمعة وجمعتين من الدورة، وجاب لعيبة من كذا فريق بعد ما في الكيمستري مثل ما بقولوا بين بعض. بعتقد الحكمة هلأ في فترة رياحة بين 20 يوم وجمعتين، بعتقد لازم يتحضر أول شيء لياقة بدنية، انسجام بين بعض بين اللعيبة، وبعتقد بعد هيدي المرحلة لازم الحكمة يكون عنده عناصر، عنده عناصر خبرة، عناصر شابة، عناصر كتير منيحة.